السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع متابعي القناة ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذن في هذا الخبر العاجل والمهم الذي ورد اليوم على عدة مصادر مختلفة تؤكد قيام الأمين العام السابق لحزب التحرير الحاكم الجزائري والذي كان ينتمي إليه طبعا حكام الجزائر. طبعا نحن نعلم أن الجنرالات هم الذين يتحكمون، ولكن في الواجهة يوجد هذا الحزب الحاكم. على كل الأمين العام السابق لسميتو السعداني كان هذا سبق ليه تلقى واحد تصريح على ما أظن في 2019، وهو تصريح مهم جدا لأن هذه كتخرج من الطبقة الحاكمة اللي في الجزائر. قال بالحرف أن الصحراء مغربية وليست شيئا آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين. والجزائر أضاف أيضا والجزائر تدفع أموالا طائلة وكثيرة لمنظمة البوليزاريو منذ أكثر من 50 سنة دون أن تخرج من عنق الزجاجة، يعني دون جدوى. على كل ما تأكد اليوم هو قيام هذا الشخص هذا اللي سميته السعداني الأمين عام السابق بتقديم طلب لجوء إلى المغرب، يعني قام بتقديم طلب لجوء للمغرب. علاش؟ لأنه فاش تلقى تصريحات كان هرب لفرنسا خوفا من الانتقام من طرف الجنرالات، والآن فاش بداوا الجنرالات يعني كيطالبوا بتسليم ديال المعارضين في الخارج، حس هذا الشخص هذا بأنه خصو يهرب من فرنسا كذلك، وبالتالي طلب الحصول على اللجوء السياسي في المغرب. وهذا الخبر تأكد من عدة مصادر وعدة صحف. على كل هذا ماذا يدل؟ يدل على أن حتى الطبقة الحاكمة في الجزائر تدري وتعلم بأن الصحراء مغربية وليست شيئا آخر، ولكن هم يتبنون هذا الفكر المعادي فقط من أجل مصالحهم الغبية والأنانية والتي لن يحصلوا عليها بأي شكل من الأشكال. على كل المتابعين الكرام، إن شاء الله سوف نناقش هذا الموضوع في التعليقات، لكم واسع النظر في هذا الخبر، وإن شاء الله إن كان هناك مستجد سوف أكون معكم فيه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.